بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي برنامج رويال كلينيك. نتحدث اليوم عن مشكلة السمنة، وهي من أكبر المشكلات التي تقابل الكثير من الفتيات أو النساء أو الشباب أو البنات. مشكلة السمنة من أخطر المشكلات اللي بتقابلنا في العيادات وفي مراكز التجميل ومراكز علاج السمنة. اليوم نتحدث عن جزئية محددة في علاج السمنة، وهي السمنة الموضعية. السمنة الموضعية هي واحدة من أخطر المشاكل والأكثر المشاكل شيوعا التي تقابل وتضايق كثير من المرضى. مشكلة السمنة الموضعية، لو جينا نتكلم عن السمنة الموضعية لابد أن نفرق بين السمنة الموضعية والسمنة العامة. يعني السمنة، عندما نتحدث عن السمنة هناك نوعين من السمنة. السمنة العامة هو زيادة الوزن عن المعدل الطبيعي والمناسب للسن والمرحلة العمرية. أما السمنة الموضعية فهو تراكم الدهون في مناطق معينة بالجسم بطريقة غير متناسقة. إيه هي أسباب السمنة الموضعية؟ أسباب السمنة الموضعية، في أول الأسباب هي أسباب وراثية. لو إحنا لاحظنا إن إحنا كمصريين عندنا سمت معين لتراكم أو توزيع الدهون في الجسم، يعني إحنا لو لاحظنا دايما البنات أو الستات بعد الجواز أو بعد الولادة هنجد أن السمنة تتجمع في معظم أو حوالي 80% من السيدات. السمنة تتجمع في منطقة البطن والساقين أو البطن والأرداف. السمنة في هذه المنطقة هي أكثر شيوعا، حوالي 80% من السيدات تعاني من السمنة، وهي تسبب ليهم الضيق والأرق وتجمع الدهون بطريقة غير مناسبة. وطبعا عند الرجال نجد شكل السمنة بيختلف عنه عن السيدات. نجد أن السمنة في الرجال تتجمع في منطقة البطن والثدي. طيب دي وراثه. الوراثه هل يمكن تغيير هذه الاسباب الوراثيه او الشكل المصاحب لكل فئه سواء كانت ذكور او اناث؟ ده اللي احنا موضوع حديثنا في هذه الحلقه بالتفصيل. هل هناك وسائل جراحيه او وسائل غير جراحيه؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه. ولكن يبقى هذا السبب الاساسي هو السبب الوراثي، ده رقم واحد. عندنا عند كل جنس له صفات وله طبائعه التي تناسبه. السبب الثاني في تراكم الدهون في مناطق خاصة البطن أو البطن هو تكرار الولادات عند السيدات. تكرار الولادات عند السيدات بيؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن، مع إضافة خطأ أو مشكلة تانية هي مشكلة الترهل. نجد أن مرة تانية خاصة ما تكون الولادة بتكون سكشن نجد أو قيصري، نجد أن السمنة بيصاحبها ترهل في الجلد. طيب هل ليها حل؟ السمنه مشكله الجلد المترهل ومشكله التفتحات والستريتش مارك اللي بتظهر مع الولاده وتجمع الدهون في هذا المكان، بالطبع ليها مشاكل، ليها المشكله دي ليها حل، والحل ده بيكون نتائجه ممتازه جدا، خاصه اذا بدا العلاج في مراحل مبكره. يعني من الخطا الشائع دايما نقول لك ان بعد الولاده ما بنعملش جلسات، اصلا اما بعد ما هعالجها هيحصل حمل تاني وهدي تاني. لا، احنا بنقول ان انا مبدا مرحله مبكره بعد كل ولاده سواء كانت طبيعيه او قيصريه، ببدا انا ببقى عارف اللي بيحصل، الترهل بيحصل، التجمع الدهون بيحصل، ضعف في عضله البطن بيحصل، فبنبدا نعمل كورس لتحسين الوضع في هذه المنطقه او كورس من الجلسات بعد كل ولاده سواء كانت طبيعيه او قيصريه. ببدا اعمل تقويه للعضله، ببدا اقلل تجمع الدهون او اعمل اذابه للدهون في هذه المنطقه باي طريقه، ونبدا نتعامل مع الاستريتش مارك او التفتحات اللي بتظهر او الترهلات اللي بتظهر بعد الولاده. يبقى احنا اول الاسباب هو الوراثه، وتاني هذه الأسباب هي الولادات المتكررة سواء كانت طبيعية أو قيصرية. السبب الثالث هو العادات الغذائية الخاطئة. العادات الغذائية الخاطئة من أكثر العادات التي تؤدي إلى تجمع الدهون في مناطق معينة من الجسم هو الإكثار في تناول النشويات، الفاست فود بأنواعه والجانك فود. الحاجات دي كلها بنلقى أن الدهون بتتجمع في منطقة البطن خاصة، فطبعا لابد أن احنا نعدل هذه العادات. يعني احنا دايما ما بنيجي نتعامل مع مشكلة السمنة لابد أن نحدد سبب هذه المشكلة ابتداء، ثم بعد ذلك في فترة اتباع النظام الغذائي أو الدايت، إلى جانب إذا كنا هنعمل بقى أي طريقة من طرق علاج السمنة الموضعية، لابد أن نتوقف على الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، ثم بعد ذلك نحاول في فترة الدايت أن نعدل من هذه الأخطاء. إذا كانت هذه الأخطاء متعلقة بالباد هابت أو عاداتنا الغذائية الخاطئة أو اللايف ستايل بتاعنا اللي هو مش سليم، لابد أن احنا نحدد أن الهدف دايما، ودي من النقاط التي نركز عنها دايما في أول مقابلة لينا مع المرضى،
المريض في لما بنقعد معاه عشان نعمل تقييم للحاله نشوف ايه اسباب السمنه، لابد ان يتضح معانا، بنوضح للعيان ان احنا الهدف في الفتره اللي انا بتابع فيها الدايت وبعمل فيها الدايت ان انا الهدف الاساسي ان انا اعدل احدد الاخطاء ثم اغيرها، احدد الاسباب التي ادت الى تجمع الدهون او زياده الوزن العام او الى غير هذه المشكلات، ثم بعد ذلك نعدل هذه الصفات. لو احنا دايما، انا بقول للعيان دايما الفتره اللي انا بتابع فيها نظام غذائي وتابع مع طبيب متخصص في السمنه في العياده او في المركز بتاعه، بكون انا محدد ايه الاهداف بتاعتي. ان انا بطبق كل واعالج كل الاخطاء اللي عندي واتبع اسلوب جديد ثم استمر عليه. دايما انا بشبهها ان هي فتره الامتياز للطبيب او فتره التربيه العملي للمدرس، ان هو بيتابع مع دكتور بيتعرف منه على نمط الحياة الصحيح، بيتلاشى كل الأخطاء اللي كان بيقع فيها في الفترة السابقة ثم يستمر عليها مدى الحياة. مش بمعنى كده ان هو يدني طول عمره ماشي على دايت لا، ده احنا بنقول ان العادات بتتعدل، بيبقى فيه بنفتح شوية في كميات الأكل ولكن بعد تحقيق النزول المطلوب. يبقى ده الهدف الأساسي في ان انا اتبع نظام غذائي واتابع مع دكتور في مراكز علاج السمنة، ان اعدل نمط حياتي واستمر على ذلك بعد انقاص الوزن. يعني ده من الاخطاء الشائعه واللي بيقع فيها كثير، انه مجرد ان بيصل للوزن المثالي، اول ما بيصل للوزن المثالي او الوزن اللي بيرضيه ينقطع بدون تثبيت، بدون فتره التثبيت، او ان هو يبدا يعود مره اخرى للاخطاء التي كان يقع فيها قبل ذلك، بالتالي هيبدا الوزن يزيد تدريجي. عشان كده دايما بنقول لابد ان انا اكون محدد عندي، ودي دايما بحب ااكد عليها مع العيان، ان احنا نحدد الهدف من ذلك ان نغير نمط الحياه الى نمط صحي. ونمنع عند السن الاطفال من 3 ل 9 سنين او 10 سنين نجد تظهر اثر الخلل الهرموني عند الاطفال الذكور، يظهر ظاهره التثدي او ان هو يبدا يظهر للطفل ثدي. طبعا الثدي بالحجم الكبير ده ليست صفه ذكوريه ولكن صفه انثويه، ده بيكون سببه ان زياده هرمون الاستروجين عند الذكور. يمكن معانا صور بنعرضها هنلقى حجم صدر الطفل مختلف، مش هو الشكل الطبيعي المناسب للاطفال الذكور في هذا الوقت. حدث تغير في شكل الثدي، ودي نقطة خطيرة جدا، أنا دايما بحب أهمس في أذن كل أم لخطورة هذه الجزئية، ولابد أن تنتبه مع الأطفال خاصة الذكور إذا حدث زيادة في الوزن غير المعدل الطبيعي في السن الصغير، أن تتفحص، لابد أن يحدث فحص للطفل. ليه؟ طالما الثدي بدأ حجمه يزيد عن الوضع الطبيعي أو شكله مش الشكل المناسب للذكورة، للأسف بيحدث خلل في المنطقة حجم العضو الذكري عند الأطفال. يعني أنا يعني شيء من الأمور اللي لفتت الانتباه، جالي طفل في المركز، الطفل ده عنده ضمور في العضو الذكري. دكتور من احد الدكاتره المعالجين قال له لا، ده هرمونات الذكوره بتاعته الولد ده مش ولد، ده عنده يعني محتاج عمليه تحويل. راحت لدكتور تاني، جراح تاني كان امهر من الاول، قال لا، ده احنا الطفل ده عنده سمنه في منطقه اسفل البطن. وبالفعل لما بدانا نعمل نظام غذائي والولد وزنه بدا ينزل، حدث تحسن ملحوظ. يعني بنقول ان الدنيا بدات تختلف خالص، اللي احنا بنقوله ان لابد الانتباه اي ام او اي اب، لان احنا يعني طبيعتنا كمجتمع محافظ ان هناك اذا بدا الطفل بدا حجم سنه يزيد شويه بيكون في نوع من الحياء شويه، او ان احنا ما بننتبهش لهذه الجزئيه. دايما بقول حدث تغير في حجم الثدي لابد ان يتم فحص الطفل عن طبيب ذكورة أو حاجة زي كده، لأن غالبا بيصاحبها ضمور في العضو الذكري. طبعا المشكلة دي مشكلة خطيرة جدا جدا، احنا بيجي لنا طلبة في الثانوي وطلبة ما اكتشفوش الجزئية دي إلا في مراحل متأخرة. طبعا احنا عشان كده بنقول إن خطورة سمنة البطن لابد من الاكتشاف المبكر، خاصة السمنة عند الأطفال، ودي يمكن أفادنا ليها قبل ذلك حلقة خاصة عن سمنة الأطفال لخطورتها. طب هل التغير الهرموني ده بيحدث عند الذكور زي ما ذكرت؟ لا، ده احنا بنقول عند الفتيات، وتأثيره أيضا تأثير خطير جدا. يمكن كثير من الفتيات أو كثير من البنات عندما يحدث زيادة في السمنة في منطقة البطن، تجمع أكبر كمية كبيرة من الدهون في منطقة البطن، يحدث شيء يسمى التكيس المبايض، البي سي او. تكيس المبايض ده تجمع الدهون حوالين بيحدث تأخير في الحمل بعد الزواج. يمكن بتجي لنا في المركز حالات كتيرة جدا كل ما في الأمر ما بيحدثش حمل،
تروح على دكاتره النساء يحدث ما فيش اي حاجه تمنع الحمل الا ان في تجمع في تكيس في المبايض. نبدا مع برامج انقاص الوزن وعلاج السمنه الموضعيه باجهزه الليزر او الاجهزه الحديثه. مع انقاص الوزن يحدث بفرج من عند الله عز وجل ويحدث الحمل. ربنا يرزق كل محروم من هذا الامر ويحدث الحمل بفضل الله عز وجل. فاللي احنا بنقوله ان الخلل الهرموني دي جزئيه خطيره جدا، عشان كده دايما بنقول ان السمنه الموضعيه هي اخطر انواع السمنه على الاطلاق، اخطر انواع السمنه على الاطلاق. وهذه فعشان كده لابد البنات دايما تنتبه، الامهات دايما تبقى عينها دايما مع اولادها ما نهملش. مش معنى ان انا بحب اولادي ان انا ابالغ او اصرف في اعطائهم الفاست فود والاكلات الهاي كالوريز، لا، احنا لابد ان نقنن هذه الامور. فالحب يقتضي علينا احيانا ان نلزم ابنائنا بالنظام الصحي او كل او نمنعهم من كل ما يضر الصحه. ثالث هذه الامور ايضا في الخلل الهرموني، ان الدراسات العلميه اثبتت ان كثير من الرجال بعد الزواج ان هناك عندما تكون هناك سمنه في منطقه البطن تؤثر على القدره الجنسيه. ودي طبعا دي ظاهره ملحوظه. فعشان كده احنا بنوضح ان سمنه البطن هي اخطر انواع السمن عند الذكور وعند الاناث، عند السيدات عند الفتيات. فلابد ان ننتبه من مشكله علامه السمن ده. من الى جانب الاخطار الصحيه الثانيه، ان وجدوا ان مرضى الضغط والسكر ان سمنه البطن لها علاقه مباشره باصابه بالضغط ومعدل زياده امراض القلب. كذلك ايضا الخشونه دايما السيدات خاصه ان الامر يكون واضح عندهم، ان كلما زاد السمنه في البطن او حجم كميه الدهون الموجوده في منطقه البطن بيزيد معدل الاصابه بالخشونه او الام الخشونه او الاعراض المصاحبه لخشونه المفاصل. يبقى دي اكثر الاخطار الصحيه شيوعا. لو جينا بقى للاثر النفسي، دايما اي واحد او اي واحده تحب دايما تبقى جميله، تحب تبقى اسمر، تبقى رشيقه، يبقى في تناسق في الجسم. انا دايما بقول انا ممكن وزني 90 وجسمي متناسق، وزني 65 وكل حته في ناحيه شكل اللي وزنها شكلها 90 او اللي شكله 90 وجسمه متناسق اجمل واحسن نفسيا لي. عشان كده انا دايما بقول انا يهمني التناسق، يهمني يبقى في تناسق مع انقاص الوزن. دي نوع من التخسيس وده نوع من التخسيس. ان انا وزني ينزل ده السمنه العامه، وزني 100 يبقى 80 يبقى 70. لكن الحاجه الثانيه دايما لابد ان يسير الطريقين في نفس التوقيت. يعني من الخطا الشائع برضو اللي ان مرضى كثير او بعض الزملاء المعالجين ما ينتبهش ان السمنه الموضعيه، لا ده انا ابدا في استعلاج السمنه الموضعيه من اول يوم ببدا في الدايت تنظيم انقاص الوزن العام. لابد ان يكون هناك تناغم بين النظام الغذائي الذي ينقص السمنه العامه وبين علاج السمنه الموضعيه التي تحدث التناسق في الجسم. طيب الاثار النفسيه دايما اي واحده، يمكن المشكله دي بتقابلنا كتير قوي في المراكز. تيجي لنا عيان يقول لك يا دكتور انا اتخنقت من الدايت. ليه؟ هي كل اللي مضايقها منطقه البطن او الاوداف او الجناب او الظهر ايا كان، هي راحت تعمل دايت ولكن في بعد فتره شهرين او ثلاثه خسيت 10 15 كيلو، بس المنطقه اللي هي عايزاها تخس ما خستش. التناسق اللي هي كانت بتدور عليه مش متناسق، شكل اللبس عليها مش مظبوط، الحته دي مش متناسقه مع الحته دي. يمكن بتشوف حالات كتير قوي بعدم التناسق او عدم السيمتريه ده بيعمل ضيق نفسي عند كثير من الفتيات اكثر من الذكور حقيقه. ولكن احنا بنقول المشكله هنا ان احنا مشينا في طريق وما مشيناش في الطريق الثاني. ان انا مشيت في انقاص الوزن بالطريقه العامه، هو انقاص الوزن العام باتباع النظام الغذائي او اتباع الحميه الغذائيه وممارسه الرياضه، ولكن هذا اسلوب ينقص بدون تنسيق. التنسيق له علاج للسمنه الموضعيه، وده يمكن جزئيه علاج السمنه الموضعيه وطرق علاج السمنه الموضعيه وايه الاحدث وايه الافضل وامتى استعمل الطريقه دي وامتى استعمل الطريقه دي. يمكن هي دي الجزئيه اللي احنا هنتحدث عنها بعد الفاصل ان شاء الله. كل اللي بتحلم بيه في مستشفى رويال هتلاقيه. أحدث جهاز لشفط الدهون اللي هيخلصك من السمنة تماما في أسرع وقت وبأقل تكلفة. أحدث جهاز ليزر في مصر لإزالة دوال الساقين بدون جراحة. أحدث جهاز لإزالة الشعر الزائد، ده غير حضانات الأطفال وعيادات الجلدية والليزر والعلاج الطبيعي وغرفة العمليات المجهزة والإقامة والعناية المركزة ومعمل تحاليل طبية. مش قلتلك كل اللي بتحلم بيه في مستشفى رويال هتلاقيه. للحجز والاستعلام اتصل على 01-4-88-7-44 أو 055-23-570. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم.
تحدثنا في قبل الفاصل عن أسباب السمنة الموضعية ومخاطر السمنة الموضعية، وقلنا ان من اكتر المخاطر اللي احنا دايما بنعاني منها ومشاكلها كتيرة قوي ان هي الخلل الهرموني، كذلك الاثار النفسية للسمنة، ان دايما اي واحدة تحب انه تبقى جميلة كل ما تقف قدام المراية تحس ان الحتة دي مضايقاها. عشان كده دايما بقول لازم امشي في طريق الحل الصحيح. ثالث هذه المشاكل الخطيرة جدا لعلاج السمنة الموضعية هي الاثار الاجتماعية. الزمن اللي احنا فيه، الانفتاح اللي احنا عايشين فيه، الدش الانترنت خلى يحدث نوع من المقارنة بين ما يراه الرجال في الدش وعلى الانترنت وكلام وفي الشوارع وما يراه في المنزل. اذا لم يكن هناك اهتمام داخل المنزل بشياك بأناقة المرأة وتناسقها ووزنها ورشاقتها يحدث نوع بقى من عدم الرضا، يظهر اثر ذلك في المشاكل الداخلية، يظهر اثر ذلك في الزواج الثاني والثالث والامور هذه الامور. فهذه مشكلة حقيقة مؤثرة جدا. يمكن مشاكل اثار هذه المشكله، مشكله السمنه والسمنه الموضعيه وعدم الاهتمام بتناسق الجسم، اثارها بتجي لنا حالات كتير قوي. عشان كده انا دايما بحذر كل مريضه ان لابد من الاهتمام بهذا الامر. طب ايه هي بقى طرق العلاج السمنه الموضعيه؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه في الدقائق الباقيه من وقت البرنامج. اول الوسائل اللي هي الوسائل الغير جراحيه، يعني انا دايما بقول انا لازم افرق بين وسائل علاج السمنه الموضعيه وعلاج السمنه العامه. هناك وسائل للسمنه العامه انقاص الوزن، وسائل مساعده جنب النظام الغذائي. احنا بنقول رقم واحد الاساس عندنا في انقاص الوزن، الاساس عندنا النظام الغذائي، نظام غذائي يقنن السعرات الحراريه اللي تدخل الجسم. وسائل مساعدة في انقاص الوزن العام دي منها بقى حاجات زي بالون المعدة، منها زي تدبيس المعدة، تحويل المسار، دي كل الامور دي بتساعد، الهدف منها ان هي انقاص السعرات التي تنقص الوزن. وهذه طرق او وسائل تنقص الوزن عامة بدون تنسيق، عشان برضو مش نقع نفس الغلطة، لان بيجي لنا عيان كتير دكتور انا عايز اعمل، انا مضايقني البطن عايز اعمل بالون معدة او تحويل مسار. ماشي، دي ليها طريقة، ليها مواصفات معينة، مش كل عيان هو اللي بيختار الوسيلة اللي يتعالج بيها. العيان دايما بقول كل مشكلتك والدكتور هو اللي بيحدد لك، انا اللي بحدد لك ايه اللي يناسبك، امتى استعمل بالون المعدة، امتى استعمل تدبيس المعدة او تحويل المسار، امتى الجأ لشفط الدهون، امتى الجأ للطرق غير الجراحية. فاحنا عايزين نحدد الطريق الصحيح، السمنة عامة، انقاص الوزن العام، وزن 120 عايزه يبقى 100، عايزه يبقى 80، لازم انظم اكلي، ممكن بعض الحاجات المساعدة زي بالون المعدة، زي تدبيس المعدة، زي تحويل المسار، كل هذه الطرق تهدف الى انقاص الوزن العام، ولكن بدون تنسيق. التنسيق له طرق جراحية زي شفط الدهون. شفط الدهون ده عملية تجميلية اساس، التنسيق ليس عملية لانقاص الوزن، يعني دي من الاخطاء الشائعة جدا. يجي لك العيان 120 هيطلع